وسهلا ومرحبتين بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه ليبيا الاحرام من خلال برنامجكم برنامج جيتك بهديه. واليوم حاليا موجودين على ميدان الشهداء من دون دورتنا ونسال وسيلتنا ونتعرف على اخوتنا الليبيين. يلا مع بعضنا في برنامجكم برنامج جيتك بهديه. السلام عليكم. مساء الخير. يومك طيب. طيب كيف الحال؟ عارف عليك احمد البناني. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. منورينك. كلكم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. سؤال ويقول طبعا في برنامج جاتك بهديه ان شاء الله يعرض في شهر رمضان مبارك نصف الثاني من شهر رمضان. سؤالي ليك، شن هي اركان الايمان؟ اركان الايمان خمسه. شن هي اركان الايمان؟ اركان الاسلام. اركان الايمان خمسه. شن هم؟ شن هم؟ الصلاه، شهادة لا إله إلا الله، والصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت. إجابة خاطئة. ما بوش حد يسمي. نمشوا لي بعدها. ترى أعطيني، ترى تعرفوا عليك ساد. يلا صلاة الله. يلا نتعرفوا عليك. محمد عبد الكريم كشيء. يومك مبارك شيخ محمد. يومك مسعد إن شاء الله. منين جاي الميدان شهداء؟ من منطقة جاي؟ جنزور. جنزور، تحياتنا لجنزور. تصفيق حالة جنزور يا شباب. وين؟ يلا يلا، تحية لكل مدينة ليبية. يلا هاي اركان الايمان. شنو هما اركان الايمان؟ حج بيت الله. بالله ما فيش حد يسمي لي. ها اركان الاسلام. راك اعطينا اركان الايمان. اركان الايمان، اركان الايمان. ما فيش حد يسمي. يلا دقيقه بس. خمسه ثواني. يلا أركان الإيمان. يلا ما فيش. يلا على طول مشاهدينا الكرام نمشي. اطلع اتحرك لي هيك. اتحرك. يلا اتحرك. يلا 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 نمشي نمشي. يلا 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 مشاهدينا الكرام نمشوا. اختنا الفاضله نتعرفوا عليك. معلش اعطينا الطريق شويه. معلش اعطينا الطريق. يا اختنا الفاضله يومك مبارك. الله يبارك فيك. شو حال صحتك؟ باهي الحمد لله. شو حالك انتم؟ منطقه جيتينا ميدان شهداء وطرابلس. طرابلس، تحيه لطرابلس. وين لطرابلس؟ تحيه يا اولاد. يلا سؤالي ليك شباب، شنو يا جماعه؟ طب صولي حد وحده. وين يا يلا هاي، ما هي اكبر غده في الجسم الانسان؟ طبعا يا شباب ما بوش حد يسمي. غدة درقية. لا بنعطيك اختيارات انا. تمام، الغدة النخامية ولا الغدة الدرقية ولا الكبد؟ كبد اكيد. اكيد. صفيق حالة يا اولاد، اجابة صحيحة. يلا ربحتي معنا 100 دينار كاش. مبارك عليك يا طيبة، وكلمة طيبة لاخوتك الليبيين. رمضانكم مبارك ان شاء الله عليكم. شكرا، بارك الله فيك. كل سنة طيب ان شاء الله. وانت طيب. يلا مشاهدينا الكرام ديروا دورتنا ديروا دورتنا ديروا دورتنا. يلا يلا مشاهدينا الكرام، مازال في برنامجكم برنامج جيتك بهدية، والاجواء مش عادية اكيد على ميدان الشهداء. ونشوف الحويش. تعال يا حويش، تعال لي هاي، تعال هاي، تعال تعال. يومك طيب مبارك. نهارك سعيد. تعرفوا عليك؟ علي ابو سعده. منين جيت للميدان شهداء؟ من شارع الصريم. شارع الصريم، تحياتنا لشارع الصريم. لا لا، اقوى 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 اقوى. وين يا اولاد؟ وين الصوت؟ لا انا نبي اقوى. انا وين؟ باي. يلا يومك مبارك. نهارك سعيد. شو الاجواء حلوه في ميدانه؟ 100 100 تمام الحمد لله. ان شاء الله. يلا ما بوش حد يسمي يا جماعه الخير. ها با نبي منك يا استاذي الفاضل، لكل مقام مقام. لكل مقام مقام. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. سامحني سامحني سامحني. مقال. لا أنت قلت لك لكل مقال. مش مقال. أنت قلت مقال مش مقال. لكل مقال. قال مقام. مقال. هو شن قال؟ باللام قالها. قال باللام. مقال. يا سلام عليك، إجابة صحيحة عمي الحاج. يلا اعطينا هاي، اعطينا هاي، تفضل هاي. يلا كيس منظفات. يلا اعطينا هاي. مبارك عليك. بارك فيك. وكلمة طيبة لخوتك الليبيين. ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، ونهنيك بمناسبة شهر رمضان، وان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد ان شاء الله. يلا 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 مستمرين في برنامجكم برنامج جيتك بهدية. يلا يلا. اسم الكريم استاذ. انا منال جابري. اختنا منال، منين جيتينا لميدان الشهداء؟ مطار. طريق المطار. تصفيق حاله طريق المطار. يلا تحياتنا اكيد لكل ناسنا وحبايبنا في كل ليبيا. سؤالي ليك اختي فاضله، اقصر صوره في القران الكريم.
نعطيك بالله عليكم يا جماعة عبيدة. نعم خلاص نعطيك اختيارات اوكي. باه باه اعطينا عبيدة هيك. يلا يلا اكسر صورة. نعطيك كوب. يا سلام عليك الكوتر تسيق حارة لأختنا. يلا يلا أختنا الفاضلة ربحتي معانا 100 دينار كاش. مبارك عليك كلمة طيبة الخد كليبين. شكرا بارك الله فيك. يلا 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 مشاهدي الكرام خلينا نديروا دورتنا معلش في الميدان شوية سامحونا معلش. يلا مشاهدينا الكرام مازال في جيتك بهدية من ميدان الشهداء إلى إحدى الحدائق اللي مطلة على طريق الشط ونشوفوا ناسنا اللي طالعين بعد المغرب واللي تدهروا واللي تمشوا واللي يغيروا في جوهم مع بعضنا في شبوب واقف. سلام مساء الخير طيب. السلام عليكم. سلمك سلام. صح فطورك. سلمك سلام فطورك سلام. يومك طيب مبارك. سلمك سلام بارك الله. تعرفوا عليك؟ عبد الله العالم. عبد الله العالم من منطقة قريب هنا. إن شاء الله سوق جمعة. سوق جمعة أهلا وسهلا بك. تحياتنا أكيد لكل خوتنا في سوق جمعة. بيك عندنا سؤالين، السؤال الأول برحلك للسؤال الثاني. تمام. السؤال الأول نبي منك أركان الإيمان. شهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. أركان الإيمان. أركان الإيمان يلا يلا عندك 10 ثواني. يلا غير السؤال. يلا هاي زدتك 5 ثواني. لا إله الله وحمد رسول الله. نقولك متأسف جدا ما ربحتش معانا وما كسبتش معانا. نمشوا لمتسابق آخر. شكرا لك. شكرا لك. يلا يلا مشاهدي الكلام نمشي أختنا. يلا مساء الخير أستاذ. يومكم مبارك. تخشوا معانا مسابقة أبلات. يلا تعالي هاي. يلا يومكم مبارك طيب ونهارك طيب إن شاء الله. عرفوا عليك. اسمي تهاني. من منطقة هناك. من منطقة ايه. صح فطورك. سلمك. عندي لك سؤالين. السؤال الأول يمر لك السؤال الثاني. تمام. السؤال الأول نبي منك أركان الإيمان. الإسلام. الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله وصوم رمضان والحج والزكاة. إيه. أركان الإيمان نبينا. إيه. الشهادتين. إيه. صوم رمضان والصلاة. زيد ركزي شوية. ايه. والحج لمن استطاع له سبيله. ايه. متأكدين انتو؟ ايه. متأكدة من الإجابة؟ ايه. يا ودي متلخبطين انتو. شهادتين. أركان الإيمان. أركان الإيمان. أركان الإيمان. نية. أركان الإيمان. نية. من آمن بالله وكتبه ورسله. واليوم الآخرة. عودي هالي يلا عودي هالي. من آمن بالله وكتبه. الإيمان بالله. الإيمان بالله وكتبه ورسله. واليوم الآخرة. والقضاء والقدر ولا يوم القيامة. يا ستي نعتبرها لك إجابة صحيحة. تمام. يلا مبارك عليك ربحتي معنا جائزة. وين الجوائز؟ أعطينا الجائزة وين. يلا ربحتي معنا عودي لي آخر مرة. الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر بخيره. يا سلام عليك. عود آخر مرة. الإيمان بالله وكتبه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن بخير والقضاء والقدر. ايه والقضاء والقدر وشره. إجابة صحيحة أكيد. يلا أعطينا الجائزة ربحتي معنا أختنا الفاضلة. مبارك عليك يا طيبة. ألف مبروك عليك. فرن كلمة طيبة خد كليبين. هم طيبين نعد عليهم الشهر الفضيل باليوم نور البركات. شكرا. هاي كلمة طيبة خد كليبين. كل سنة هم طيبين. إن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله. يلا يلا مشاهدينا الكرام مازال مستمرين في برنامجنا أكيد برنامج جيتك بهدية. يلا جيتك بهدية نمشي نمشي الأخت الفاضلة. تعالي هاي تعالي يا بلاي. تعالي يا بلاي. يومك مبارك. الله يبارك فيك. تعرفوا عليك. أمال. أختنا أمال من قريبة زاوية الدهماني. إيه بزاوية الدهماني. نوارة زاوية الدهماني ربي يحفظهم جميعا إن شاء الله. سؤالي ليك يقول من كبر بختي جتني كنتي. باهي من هي هدية؟ عزيزتها. من كبر بختي جتني كنتي. بنت خوي ولا بنت عمي ولا بنت أختي؟ بنت أختي. أكيد. إيه أكيد. يا سلام عليك إجابة صحيحة ومبارك عليك.
وربحتي معانا، ربحتي معانا باهي ماكينة بيتزا. باهي باهي، شنو فطورنا اليوم؟ بيتزا و... وطاجين وبوريك. كلمة طيبة اللي خدك لبين. كل سنة طيبين، عاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. نوار، شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. يلا مازال مشاهدين الكرام، مازال في طريق الشط، والأجواء حلوة وجميلة ورائعة، ونشموا في نستنشقوا في نسايم الحوتات من قراجيم الحوتة زي ما يقولوا. ها يلا شبوب، تعالنا هاي على الموتو، تعالنا بالموتو متاعك، بالموتو متاعك هاي، ولا خلينا نمشوا احنا يلا مع بعضنا هاي. خليك هاي، خليك في الموتو، خليك اجلس يا عمس. شن حال صحتك؟ صحتك الحمد لله. شنو تعرفوا عليك؟ عبد المعين، سكن مزران. يا سلام على مزران، وتحياتنا لمزران وركابة مزران. يلا سؤال في برنامج جاتك بهدية، جاوبه وإن شاء الله تربح معنا إن شاء الله. باهي عدو لا يقول يلا. يسمى الغشاء الشفاف الذي يغطى أو يغطي كرة العين، شو يسمى؟ شنو يعود على السؤال؟ شنو يسمى الغشاء الشفاف اللي يغطي كرة العين؟ صدف بتاع العين الوحدة، صدف بتاع العين. الغشاء الشفاف شنو يسمى اللي يغطي كرة العين؟ شنو يسموه؟ نعطينا الحروف الأولى. نعطيك خيارات يا سيدي، نعطيك خيارات. أوكي نعطيك خيارات. هل هو التماس؟ با. أم القزحية؟ با. أم القرنية؟ قزحية. ها؟ قزحية. قزحية. أنا حذفت لك القزحية، خليت لك التماس ولا القرنية؟ شنية؟ القرنية. ولا شنية؟ أم التماس. التماس ولا القرنية؟ قرنية. أكيد 100%. إجابة صحيحة أكيد حبيبنا، ربحت معنا كيسة. أعطينا ناخذ الكيسة مع بعضنا. يلا مبارك عليك، كيس منظفات، مجموعة منظفات. مبارك عليك، كلمة طيبة لخوتك لبين. إن شاء الله ربي يكون البلاد ويهني البلاد. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله ربي يفتحها عليك. إن شاء الله وعلينا وعليك. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا اكيد وصلنا لنهايه حلقتنا مشاهدينا الكرام من برنامجكم برنامج جهتك بهديه، خليكم ديما متابعين من خلال شاشتكم، شاشه ليبيا الاحرار، ديما منورين، وصحه فطوركم مقدما.